الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع فمن جاءه موعظة من ربه فليؤمن
انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله التلاوة الكريمة. تلاها على ما سمع حضراتكم فضيلة أستاذنا القارئ الشيخ سالم الدلهان، القارئ الشهير والمعروف بجمهورية مصر العربية، مقيم بزاوية أبو شوشة تابعة لمركز ومدينة الدلنجان، مكبر الصوت، إنارة كهربائية، معارض فراشة كبرى ركبت تحت إدارة وإشراف، أطلب محلات المتوكل على الله الباشمهندس عبودة أبو شارف، وقام المحل الرئيسي بقرية الطول.